كمان شوف يا شاء السميع العليم، النهارده كريم حسن شحاته يطلع ياكد انفرادنا. الحمد لله. خد دي كمان، النهارده الكابتن كريم حسن شحاته، وانا اثق في كريم جدا، لان اللي ماسك ملف الاهلي عند كريم واحد من افضل الصحفيين والنقاد الرياضيين في مصر، محمد عراقي. النهارده كريم حسن شحاته بيؤكد ان الاهلي حصل على توقيع محمد حمدي الظهير الايسر لبيراميدز. ارجع بقى للي قاله احمد السيد من شهور، اهو شايف ود جامد عشان جامد لسه ما خدش. محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز يحصل الاهلي على توقيعه، واخد بالك انت؟ واخدنيش بالك انت؟ شوف قلنا ده من امتى؟ فاكر؟ النهارده كريم حسن شحاته يؤكد انفراد من شهور ان الاهلي هيجيب محمد حمدي في يناير. ابن الاهلي وناشئ الاهلي هيجيبه في يناير، وحصل على توقيعه امير توفيق. قلناها من امتى؟ قلناها من امتى؟ النهارده لسه كريم بيقولها. الحمد لله على كل حال.